السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا كل جديد، ولقائنا المتجدد مع الشيخ عبد الشافي حماد. الشيخ عبد الشافي حماد النهاردة معانا، وهنتكلم عن السحر في رمضان. هل يوجد سحر في رمضان؟ قبل ما نبدأ حديثنا وقبل ما نبدأ كلامنا عن السحر، نحب ان نقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه شهر رمضان. يا رب يعود علينا كلنا بالخير واليمن والبركات، وكل سنه وحضراتكم طيبين. برحب بالشيخ عبد الشافي. يا اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. الله يخليك. موضوع حلقتنا النهارده بقى، هل يوجد سحر في شهر رمضان ام لا؟ بسم الله الرحمن ده سؤال الرحيم. الناس كلها نفسها تفهمه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسحر وشهر رمضان، شهر رمضان شهر كريم فاضل، فيه القرآن ليل ونهار، ملائكة الله تجوب أو تملأ الأرض والسماء، ما فيش موضع قدم إلا وبه ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى. السحر في رمضان موجود مع المشعوذين والسحرة الذين يفعلون ما يغضب الله. السحر موجود في رمضان، لكن المس والجن الذي يلبس الجسم او تشوف رؤيه وتشوف حاجات قدام منك، خيالات وحاجات بتيجي زي كده، ده المس. ده المس ده بيسلسل ويقيد في الجسم في رمضان. طب احنا قبل ما نقول، عايزين نعرف الفرق بقى بين المس والسحر. الفرق بين المس والسحر، السحر ده بيكون واحد دجال أو مشعوذ بيعمل سحر، بيسحر به الإنسان لغرض يعكس مسير الله سبحانه وتعالى في الكون في هذا الشخص. هو بيمشي يمين، السحر خليه يمشي شمال، بيخليه يسير في عكس اتجاه الله مع الشياطين، زي أبليس ما عصى ربنا سبحانه وتعالى، ساعتنا قال له اسجد لآدم فعصاه. فهذا الإبليس أو هذا الشيطان، والسحر شيطان بل شياطين، بتاخد الإنسان المسحور وبتمشيه على طريق غير الطريق المتجه فيه، حياته ماشية قدام منه ويمين والأمام، حياته بتنعكس بتبقى شمال والوراء على طول، خلف على طول بالعكس، عكس الاتجاه زي ما بيقول. السحر هو عكس اتجاه السير الصحيح، لأن ده شياطين بتاخد الإنسان من مجراه الطبيعي وحياته الطبيعية إلى حياة غير الحياة اللي هو عايشها. فإنسان بيحب الست بتاعته متجوزين وعايشين ومخلفين في تبات ونبات، ما فيش حاجة، يتعمل سحر للزوج أو للزوجة، الحياة بتنقلب رأسا على عقب، يترك البيت، يتضايق منها، يتخانقوا على أتفه الأسباب وهو إلى آخره. سحر مرشوش أو مشروب أو مأكول، ده نوع من أنواع السحر أو أنواع السحر. في سحر بيبقى مع الإنسان طارئ، سحر هوائي أو سحر مكلف أو سحر مسلط أو سحر مرسل، كل ده بيبقى أو بيتجدد في كل أول شهر عربي أو كل 15 يوم أو كل أسبوع. يعني في ناس بتتبع ناس بالسحر كل يوم ثلاثة تعمل لهم سحر حسب النجم اللي بيحسبه مع صاحب المسحور أو الشخص المسحور بأسماء وأسماء الحروف في العلوم بتاعتهم، هم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، عشان بيؤذوا البشر وبيؤذوا الناس وبيؤذوا المسلمين وبغيروا مجرى حياتهم. تبقى الأسرة قائمة وماشية حلو، بس الأسرة في ثانية بدأت تنهار وتنهد تاني، والراجل ما عادش يجي البيت، ما يصرفش على البيت، حاجة آخر بهدلة، هو ما يعرفش في ايه، والست ما تعرفش في ايه، الحياه انقلبت راسا على عقب بالايه. بيبقى فيه هنا سحر، لازم في اللحظه دي تعرف الست او الراجل، طالما الحياه انقلبت راسا على عقب، او بنت ما بتتجوز او الاخره، بيجي لها الناس الخطاب وما بتتميش الموضوع، كل ده سحر بسبب فعل انسان. لان ربنا قال في القران: وما بكم من نعمه فمن الله وما بكم من شر فمن انفسكم. واحد يقول لي ده سحر، ده قدر وقدر بتاع ربنا، ربنا ما قدرش علينا الحاجه الوحشه، ربنا عرفنا الوحش والحلو وبيشوفنا ومطلع علينا وعارف من اللي بيعمل وحش ومن اللي بيعمل الحلو، بس ما بيتدخلش في اختيارك انت وفي سرقته وفي الفعل اللي بتفعله انت، انت اللي بتختاره لنفسك. يعني ربنا قال ما حدش يسرق، احنا بنسرق، ده بمزاجنا احنا، ما نقولش ربنا كاتب علينا ان نسرق، لا، ما نقولش ربنا كاتب عليا كده وانا حظي بقضاء الله قدره، وما نأمنش بالقران وما بنقراش القران ونيجي نقول ايه ده انا مش مأمن بالحاجات دي، ده شعوذه. لا، اللي بيفك السحر قرآن ربنا فقط لا غير، فقط لا غير، القرآن تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ونزل على لسان سيدنا موسى في القرآن
ما جئتم به السحر لا صبتله، ونزل في القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السحر يفك القرآن. واحد يقول للست السحر يفك سحر سفلي ويقعد يدخلها في متاهات وفي ما يغضب الله، حرام حرام، ما تروحيش لي ولا تروح لها، ولا الشاب ولا الست ولا البنت ولا الراجل يروح لإنسان يقول له هكتب لك ورقة وديك تميمة، كل ده حرام. قرآن ربنا خذه. أي إنسان مربي دقنه ملتاح يقول لك ما فيش سحر ده كل ده كلام وما لهوش لازمة، أقول له تعالى لي هنا في سحر والقرآن هيفك السحر، وتعالى واشهد وشوف قرآن ربنا بيعمل إيه بيفك السحر. السحر بغير مجرى الحياة، السحر بغير مجرى الحياة. طب سؤال يا شيخ عبد الشافي كده، أنا عايزة برضو في ناس سألوني عشان أقول لك السؤال ده. في رمضان، شهر رمضان، اللي معمول له سحر بيفضل ولا بيبطل في رمضان؟ لا، السحر ملهوش دعوه برمضان ولا غير رمضان. السحر سحر. يعني لو حد مسحور هيفضل مسحور زي ما هو. تمام. اللي في رمضان وبيصير مفعوله برضه، بس اللي في رمضان بيصير وبيتسلسل وبيتقيد الجن او المس الشيطاني اللي مع الانسان او الانسانه التي معها شيطان او مس، بتشوف خيالات، بيطلع لها خيال، بتشوف واحد اسمر، بتشوف واحد بقرون، بتشوف مش عارف ايه. كل ده بيتسلسل ويقيد في رمضان، ما بيأذيهاش وما بيزهوش، بيكن في مكان وما بيطلعش من الجسم في رمضان، ما بيطلعش ابدا. يعني هو بيبقى في الجسم بقى، بيتن في الجسم زي ما هو، بتن مطردك زي ما هو، بتن في المكان المختبئ زي ما هو. في اماكن معينه ولا بيبقى في جسم الانسان؟ في جسمه بيبقى موجود، في اماكن معينه بيبقى موجود، في الحمام موجود. بيسلسل ويقيد وما بيتحركش ابدا في رمضان. تمام. ولا بيحرك الجسم ولا يحس بصداع ولا يحس بالم ولا بيشوف خيالات ولا اي حاجه في رمضان. كل اي مس، اي جن، اي شياطين بتسلسل وتقيد. ده ملهاش دعوه بالسحر. اللي بيشوف مس واللي عنده مس واللي عندها مس والحاجات دي كلها، دي بتسلسل وتقيد في رمضان، بيختبئ في المكان اللي هو اقرب مكان ليكي فيه، لحد ما بتيجي ليله العيد بالليل بقى بعد الساعه 12 بالليل بيبداوا يتحركوا تاني، لان الملائكه بتبقى ماليه الارض. يعني انا في بدايه حياتي جيت نطلع واحد عليه جن او مس واتكلم معايا، وكان الكلام في رمضان، اخرج يبص على الشباك ويبص عليا. انا كنت لسه بدايه شغلي، مش عارف يعني يبص على الشباك ويبص عليا، وناسي خالص كنا في رمضان، وناسي خالص ان الجن بيسلسل في رمضان وبيكبل ويقيد في رمضان، لان ساعات الانسان بنروح نبشر وبننسى وبنخطا طبعا. فجبت عصايا وضربت هذا الشخص اللي عليه الجن، يبص لي ويبص للشباك ويبص لي، يعني بيقول لي افهم انت مش هنعرف نطلع، لان اللي قدام ملائكه هتحرقني في ساعتها، والشيطان او الجن او المس حتى لو مسلم، حتى لو جن مسلم ما يقدرش يقف قدام الملائكه، حتى لو اسلم الجن المسلم ما بيقفش قدام الملائكه. شوف، حتى الجن المسلم ما بيقفش قدام الملائكه، بيختفي فورا اذا حضرت الملائكه ذهبت الشياطين. هذه مقوله صادقه، هذه مقوله صادقه. فبصيت لي، اضربته عصايتين ثلاثه، خد العصايه مني، وكان اول مره في حياتي، وضربني انا. فانا فهمت ان ده مش قادر يخرج، بيبص للشباك، يعني بيقول لي انا مش قادر اخرج، في قدام مني سلسله كتير، في قدام مني نور كتير، في قدام مني ملائكه كتير، فسيبني وارحمني. ورحت بعد العيد فعلا سبته وسكنته، وبعد العيد رحت خلصته بعد رمضان ما انتهى. فيا اخواننا في الله، اللي معاه مس ما يجريش على حد يقول له تعالى طلع لي المس في رمضان ولا الجن في رمضان، مش هيطلع، وهتعذب نفسك وخلاص. لا، انت اسكن خالص واهدى لحد بعد العيد. وفي رمضان ما بيطلعش الجن، في رمضان يعني ما بيطلعش المس، هيتأذي. في رمضان مش هتتأذي. لكن السحر موجود وشغال وفعال، والسحر بيتفك في رمضان برضه بآيات القرآن الكريم وبالقرآن الكريم. ففضل ربنا علينا، من علينا بهذا القرآن العظيم الذي هو حجاب وستار لنا من جميع ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأولهم الجن والشياطين والأبالسة والمردة وجنود إبليس أجمعين. فيا أخواتي في الله، اللي عنده سحر يفهم السحر حاجة والجن حاجة والمس حاجة. طيب يا شيخ عبد الشافي، عايزين بقى الحلقة دي كمان نعرف آيات أكتر لفك السحر. آيات أكتر لفك السحر. إخواتي في الله، حضروا على قلم واكتبوا الحاجات اللي بكتبها واللي بقولها لكم، ومشوا عليها مشوا عليها. أول حاجة هنمشي كل حلقة بنقولها، وهفضل أقولها طول ما أنا عايش، لأن دي هو دي بداية الحياة، قلب بيه بتاعت الشغل بتاعت الإنسان اللي هيمشي مع ربنا صح. أول حاجة الوضوء. الوضوء تسير على وضوء مدى حياتك. الست اللي عندها عذر عشان ما تصليش في المدة بتاعتها 5 أيام أو 3 أيام أو 4 أيام، هتقرأ
قل هو الله سورة الإخلاص 70 مرة، لا إله إلا الله 70 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 70 مرة، حسبنا الله ونعم الوكيل 70 مرة في الأيام العادية كل يوم اقراها. لكن الوضوء ما يلازمك على طول تنام على وضوء، مش على وضوء، بعد كده هتقرا اللي شارب سحر وبيحس بمعدته فيها سحر، والسحر يا اما مشروب يا اما مأكول، لا بيدخل الجسم، اللي بيدخل الجسم عن طريق المأكول او المشروب او الوسوسه او الشياطين اللي بتيجي توسوس دماغك. انت اول حاجه اعملها اقرا ايه الكرسي، تتوضى وتصلي ركعتين وتقرا ايه الكرسي 21 مره على ميه، ميه كتير، واشرب ورجع. اللي بيسمعنا قبل كده واللي ماشي معايا واللي لسه جديد واللي لسه بشوف يسمع الكلام ده ويعرفه ويعمل بيه عشان يفك نفسه السحر. انا ناس بديها الخطوات وبتابعني بالتليفون وبتعمل كذا بعد كذا، الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، الخطوه الاولى الوضوء والصلاه ركعتين، الخطوه الثانيه قراءه ايه الكرسي 21 مره على ميه كتير، وانت بتشرب بتقرا السوره في اخر السوره 3 4 كلمات ولا يعود حظوما وهو العلي العظيم، رددها 3 مرات مع كل مرة، 3 مرات مع كل مرة. بعد كده بعد ما بتخلص وبترجع وبتنضف خالص من معدتك، بتضغط على معدتك، بتضغط على المثلث أو الثمانية اللي هي فوق في آخر المعدة، بتشوفها في لسه ألم ولا مفيش. مفيش ألم خالص، يبقى أنت كده نضفت من السحر الداخلي اللي في المعدة، اللي في المعدة. إذا كان لسه في سحر اشرب ورجع، أو حط شوية ماء بملح واشرب ورجع. ما حدش يقول الملح هيضرني، ده انا عندي الضغط هيجيب لي الضغط، ده انت كلها 3 دقايق هتشرب وترجع بعدها، وما فيش في 3 دقايق، في 5 ثواني هتخلص كل حاجه عشان تحرق السحر، تنظف المعده. بعد ما بتنظف من المعده دي خالص تبقى كويسه، بتبدا تحط رجليك في شويه ميه بملح، شويه ميه بملح، وتقرا ورجليك في القدمين في الميه، وبتقرا سوره الزلزله 31 مره. ناس يقول يا عم الشيخ انا بعد ما خلصت قريت سوره الزلزله الميه ذات نفسها سخنت. ايوه تسخن، لان اصلا السحر كل ما بيتحرق المسحور، الشيء المسحور عليه او المعمول عليه السحر بيسخن، حتى لو معمول على زرار ولا على مسمار ولا على اي حتى بلاستيك ومسكته في ايدك كده وانت بتقرا سوره الزلزله 31 مره بيسخن في ايديك بقدره ربنا. السخونه دي هي حرق السحر اللي موجود في هذا الشيء المصنع فيه، سواء كان زرار سواء كان مسمار سواء كان اي شيء، اي شيء لو هو في جسمك لسه موجود بيحرق من جسمك وبينزل في الميه اللي انت بتقرا فيها سوره الزلزله وحاطط فيها قدميك، الميه بتسخن لان السحر بيتسحب من جسمك وبينزل في الميه بالملح وانت بتقرا سوره الزلزله، لان سوره الزلزله طارده للسحر الداخلي اللي موجود معاك. سوره ايه الكرسي بتحرقه، في فرق بين الحرق والطرد. الحرق انه بيتحرق في الجسم جوه وبيتشم ريحه وحشه او ريحه نتنه بتطلع من بقك، سواء كان ريحه لحمه او ريحه فراخ حسب نوع الاكل اللي انت اكلته فيه السحر، ريحه محشي، ريحه طبيخ، ريحه شياط، كل ده بيطلع من المعده لو لسه فاضل فيها سحر وانت بتقرا الايات دي. بعد كده خلصنا ايه سوره الزلزله 31 مره، بنمسك الماء اللي في كتفها القدميه دي وبنرشها في البيت او نحطها جنب جدران البيت في الشارع بحيث ما حدش يدوس عليها. بعد كده بنقرا نبدا على سوره ياسين بقى. سوره ياسين دي كل حاجه فيها، كل شيء فيها، اقراها 3 مرات او 7 مرات حسب قدرتك، وكل ما تقراها اكتر وتكون عندك خشوع اكتر وخضوع لله سبحانه وتعالى اكتر وثقه في الله ان ربنا هينصرك اكتر، ربنا بيجبر خاطرك اكتر. واحد انا قرات سوره ياسين في تلت ساعه، انا امبارح قعدت اقرا سوره ياسين على جماعه كان عندهم سحر الصبح قبل الظهر، خدت جلسه وريحت شويه في الظهر، وقمت بعد العصر خدت جلسه، وقمت بعد العشاء خدت جلسه معاهم، وكل ده ما خلصتش سوره ياسين قرايه، لان بنقرا الايتين ثلاثه وبندعي كتير. كسره ده الدعاء يا اخوانا ترفع البلاء، شافوا السحر كان فين، وحتى جت الانسان اللي عامله لهم السحر ونطقت على لسان واحده منهم واتكلمت معايا وقالت لي كل شيء، وسحر قديم عرفت دفع للسحر حته 6 جنيه، اللي النهاردة بيدفع فيه 5000 و6000 جنيه دفع، شوف من أيام 5000 جنيه 6 جنيه 6 جنيه من الجنيه الكبير 6 جنيه معمول السحر، والساحر اللي عمل السحر ما عندوش ضمير، عمله يجدد نفسه كل شهر، كل شهر من نفسه، وفضل ربنا علينا، ربنا من علينا وجبر خاطرنا واتحرق هذا السحر واتحرق، وشافوا نفسهم طالعين هم واهليهم للكعبه وللسعوديه وزاروا الحسين وزاروا السيده وزاروا السيد البدوي وزاروا السيد ابراهيم الدسوقي في الرؤيا، انا بغمى عينيه وبنقرا قران بس وبندعي، وهو يشوف ويحكي لي حاجات لا يصدقها عقل. انا بقيت مذهول وفرحان وفرحان بهذا اللقاء اللي كان معاهم، كنت اتمنى ان كل انسان يشوفه ويتصور وكل الدنيا تشوفه، لقاء جميل جميل، لما تحس انسان خرج من بعره سوداء
إلى نور الله ومساجد الله وطاعة الله، ولابس أبيض وبيحج، ولابس أبيض وفي سيدنا الحسين، ولابس أبيض وفي مسجد السيدة زينب، أو في مسجد سيد أحمد البدوي، حميد سيد أحمد البدوي، أو في مسجد سيد إبراهيم الدسوخي، بيقول لي بيحكي لي أنا دلوقتي كذا كذا، وفي أسواق وفي أسيوط أو أسوان كانوا امبارح في سوهاج جنب حتة اسمها برديس، ناس كانوا بيسمعوني وبيقروا معايا وبيسمعوا معايا، وأنا برضو بنقرا عليهم مع نفس الجلسة بتاعت الناس اللي كنت معاهم، وقالوا لي إحنا شايفينك داخل المسجد وإحنا داخلين وراك نصلي. بقيت فرحان فرحان، واختهم تقول لي انا شايفاك، كلهم متغميين، اختهم تقول له انا شايفاك وانت بتكسر في حاجه سودة كبيره بلبسك اللي انا شفتك بيه على التلفزيون ده، من فضل ربنا عليا، انا ما بكسرش ولا بعمل حاجه، ده قران ربنا اللي بيكسر، فضل ربنا علينا هو اللي بيكسر، بس احنا نلجأ له، نلجأ لربنا ونبقى مع ربنا، ما نسيبش ربنا ابدا. واحد يقول القران لا انا مش عايز السحر، ده الكلام ده كله شعوذه، تعال اسمع قران ربنا. بتكره تسمع قران ربنا؟ بتكره تسمع سوره سين بالدعاء؟ يبقى انت ايه بقى؟ يبقى فين الاستاذ بتاعك والامام بتاعك لما تكره تسمع قران ربنا وهو بيتاري عشان يتفك السحر؟ واحد مراته مسحوره وهو مش قابلها وتقول له تعالى اقرا قران الشيخ هيجي لنا، يقول لا سيبك بالكلام ده. يعني ايه سيبك بالكلام ده؟ انت مش فاهم حاجه. طب تعالى اسمع قران يا سيدي، مش هتخسر حاجه، مش بتسمع قران في التلفزيون، مش بتقرا قران بنفسك، تعالى اسمعه مننا احنا، هتشوف فيه ايه وهتعرف فيه ايه وهتتعلم منه ايه، ازاي تتعلم تدعي، وكل ما تدعي ربنا بيجبر خاطرك، وكل ما يبقى عندك ثقه في الله سبحانه وتعالى ربنا بيكرمك. انا بقول الكلام ده لان عايش فيه يوميا، عايش فيه. انا يوم ما بكنش حد بيقرا معايا ولا بنقرا على حد، بنقرا السوره على نفسي انا لنفسي انا وعيالي وبيتي، وهم مش عارفين حاجه، انا بنقراها انا بنفسي لنفسي عليا. ليه؟ حفاظا من السحر والجن والحسد. تحصين يا شيخ عبد الشيخ، تحصين يعني. تحصين كبير جدا، وفي نفس الوقت ما تبعدش عني، كل يوم لازم اقراها مره واثنين وثلاثه، مره واثنين. بقول لك امبارح طول النهار ثلاث جلسات، وكل جلسه ساعتين، مش اقل من ساعتين، وانا بنقرا سوره سين ما خلصتهاش، والله ما خلصتها الا بعد كل مراء والعمليه هديت بدات اخلصها، عشان انا بنحب نتم السوره، واي عمل بنحب نتمه، لان الله سبحانه وتعالى بيحب الرجل اذا عمل منكم عملا ان يتمه او ان يكمله. فاي سوره بنقراها لازم نخلصها لاخرها، ما نقراش من ايتين ثلاثه ونسيبهم ونمشي، حتى لو بقى المريض صح وبقى حلو انا بخلصها مع نفسي، بنكمل عليها على الآيات بتاعتها. 83 مدفع معاك، 83 صاروخ معاك، بيحرقوا في الجن، بيموتوا الجن، بيطردوا الجن، وبفكوا السحر، أي سحر أيا كان، على النجوم، على الصخور، في الصخور، في المباني، بين الطوب المبني فيه، في الجدران، تحت الجدران، في الأشجار، في أي شيء. السحر بيتفك بقوة الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن الله سبحانه وتعالى، مش مني ولا منه، من القرآن ربنا وبكلام ربنا. لأن ربنا سبحانه وتعالى كلامه قوي جدا، قوي جدا ومؤثر مع اللي يتأثر بيه واللي يعيش فيه بإخلاص، بإخلاص، مش أي كلام واحد بيقرأ القرآن وخلاص، لا، اقرأ بخشوع، واقرأ إن ربنا سبحانه وتعالى في كل آية بتقرأها وكل كلمة بتقرأها لها مغزى من عند الله سبحانه وتعالى، ولها تفسير عند الله سبحانه وتعالى، كل نقطة في القرآن لها 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 تفسير عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بيفسر في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، قال النقطة اللي تحت البه بتاعت البه دي، البه تحتها نقطة، النقطة دي لو حبينا نفسر فيها من عند ربنا ومن كتب ربنا هتحتاج 60-70 حصان يشيلوا كتب مفسرة فيها هذه الكلمة، وما انتهتش. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر باللي فيه وأبحر من وراه قبل أن تنفد كلمات ربي. كلمات ربي كتيرة 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 وعظيمة ومؤثرة، بس احنا نتعز وناخد بيها ونعمل بيها، وربنا يعود علينا ويعليكم الآن بخير، ويجعل هذا الشهر الكريم شهر مفترج وتفتح فيه المساجد للمسلمين، ويعود المسلمين إلى مساجد الله سالمين غانمين. يا الله يا الله، مساجدك يا الله، بيوتك يا الله، اجعل المسلمين يعمروها يا الله. أخطأنا وأذنبنا فاعف عنا وعافنا وارحمنا وردنا إلى بيوتك مردا جميلا. أغلقت المساجد في وجوهنا لأننا تركنا الدين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، اضطردتوا من على المساجد. ليه؟ لأننا بعدنا، الأذان بيأذن وإحنا عمالين بنلعب كورة، الأذان بيأذن وإحنا بنتفرج على الكورة، الأذان بيأذن بنتفرج على التلفزيون، الأذان بيأذن وشبابنا واقف على النواصي، وبناتنا لابسين إيه، وبنائنا لابسين إيه، مقطع ومهبب ومنزل، حرام حرام. عودوا إلى الله لكي تعودوا إلى بيوت الله، ويقبلكم ربنا عنده، ويقبلكم ربنا عنده. ما تخافش من حاجة خالص، ولا تخاف من أي فيروس، لا تخاف منه إزاي وإنت معك ربنا. ومن كان معه الله فلا يحزن، ومن كان معه الله فلا يمرض، ومن كان معه الله فلا فيحيا حياة طيبة.
مين اللي هيقدر عليه؟ مش قول لا إله إلا الله، مش قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قول اذكر، هتفضل لسانك رطب بذكر الله، مش هبوقك هينشف ولا مناخيرك هتنشف من ذكر الله. هتقول الصيام أنا يوميا بصوم، شهر رجب وشهر شعبان كله صايم، ما بفطرش يوم، وعمال بذكر ربنا، ربنا بيرطب ذكري بالله، رطب بوقي بذكر الله. عايزين نقول للناس كده بعض الأدعية في يعني في حلقتنا، طبعا وقتنا خلاص معانا دقيقتين، عايزين نقول للناس بقى بعض الأدعية كده هوت في شهر رمضان، بعد طبعا الصلاه هنصلي التراويح في البيت وهنصلي كل الصلوات بتاعتنا في البيت، وربنا يرفع عننا البلاء والوباء اللي احنا فيه، وبنقول للناس خليكم برضو في البيت علشان نبعد عن العدوى. والشيخ عبد الشافي هنقول معاه ونامن وراه، ودي هيبقى الدعاء في نهايه حلقتنا، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية طبعا برضو معاه. وتفضل الشيخ عبد الشافي نامن وراه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اتوجه اليك يا الله بحق اسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استشفيت به شفيت، وإذا استغفرت به غفرت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استجبرت به جبرت، وإذا استسقيت به سقيت. أنت شفينا جميعا من جميع الأمراض والأوبئة والآلام يا رب العالمين، وتجعلنا مسلمين مؤمنين من المؤمنين الأقوياء، ولا تجعلنا من المؤمنين الضعفاء. اللهم يا من أنزلت السكينة على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، أنزل السكينة والطمأنينة على قلوب جميع المسلمين الآن ليزدادوا إيمانا، وردهم إليك مردا جميلا، وردهم إليك مردا جميلا، وأقبلهم في بيوتك يا رب العالمين، وافتح بيوتك المساجد في الأرض لهم يا رب العالمين، وعمر مساجد الله بيوتك يا الله في الأرض بالمسلمين الطاهرين الأنقياء الأصفياء. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم كل إنسان يعصى الله يتوب عليه الله ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا جميعا لنتوب، واغفر لنا الذنوب وتقبل منا يا الله، واستر عنا العيوب، واستر علينا العيوب، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا، وارحمنا وارحمنا وارحمنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سيد الإسلام على جميع بلاد الدنيا، اللهم سيد المسلمين على جميع بلاد الدنيا، اللهم سيد قادة المسلمين، وجمع جميع الدول الإسلامية وجميع الدول العربية تحت لوائك يا رب العالمين، ويكون كلهم ناصرين لدينك يا رب العالمين. اللهم اجعل الإسلام كله ناصرا ورافعا لرايتك يا رب العالمين، ويقولون ويسمعون الأذان في كل وقت وحين، ويصلون في مساجدك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نرفع الأذان في مساجدك، ونصلي القيامة في مساجدك، ونصلي التراويح في مساجدك، ونصلي الطاعات والفروض في مساجدك يا رب العالمين، واجعلنا لك طائعين. اللهم اجعلنا جميعا لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين يا رب العالمين. انصرنا على من عادانا، يسر لنا أمورنا، فرج عنا همومنا، فرج عنا همومنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، أغثنا أغثنا أغثنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أذنبنا وأخطأنا، ونقول كما كان يقول يونس في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فارفع عنا يا رب العالمين، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الأمراض، ارفع عنا الأوبئة، املأ قلوبنا حبا جميعا لبعضنا البعض يا رب العالمين، املأ قلوبنا جميعا حبا لبعضنا البعض يا رب العالمين، وانزع من قلوبنا الكراهية والبغضاء والحقد والغل لبعضنا البعض يا رب، انزعه من قلوبنا يا الله. بدل هذا بكله بحب لك يا الله وحب لعبادك يا الله، لأن من أحب عبادك فقد أحببته يا الله، وتباهي به الملائكة وتقول لهم اشهدوا يا ملائكتي أن عبدي هذا يحب عبادي فأحبوه يا ملائكتي.